بالنسبه لمقادير السلطه اللي نحن عملناها اللي هي سلطه السبانخ والتمر، ثلاث اكواب ورق سبانخ صغير، معلقتين كبار العصير ليمون، ومعلقه كبيره خل، حبه بصل احمر مقطع شرائح، وكوب تمر مقطع اربع او ارباع ومنزوع النوى، ونصف كوب جبنه فيتا، ومعلقتين كبار زيت زيتون، ومعلقه كبيره سماء، ونصف كوب جوز مفروم، ونصف معلقه صغيره فلفل احمر مجروش وملح. ايوه هي السلطه. لا كله جاهز. لا شكرا شكرا هيثم. هي السبانخ، هاي السبانخ ثلاث كوار. ام زيد ذكرني لو سمحت هيثم، وصل سلامي لامي في اربد وهي متابعتكم. الف سلام سلام لها لامها لام زيد. هيثم هي السبانخ، هي البصل. اوكي هل بتستغربوا بس بصراحة جربوها عن جد كتير زاكية. هلا تمر كوب مقطع أرباع. أوكي كويس. بحكوا لنا الشباب إنه خدي وقتك. أخذ وقتي طيب. معنا وقت. خلص. معظم الشغلات ما هي السلطة جاهزة. تمام. وهي الجوز هيثم. أوكي. هلا بدنا نعمل الصوص. الصوص زيت زيتون، معلقتين زيت زيتون كبار، معلقتين ليمون، معلقة خل، معلقة سماء، وفلفل شطة هذا الأحمر البودرة. هلا تستغرب بس رايحين تدوقوها بزاكي جدا. هلا بنخلطهم مع بعض. هلا بنحطها على السلطة. هذا سبانخ وتمر تمر كثير صحي. جدا يعني جدا عندك بروتين وفي سكر بسيط. هو على فكره من ناحيه التغذيه السكر الموجود في التمر مفيد مفيد جدا، من ابسط انواع السكر اللي هو بنحرق بسرعه. لا مزبوط. هلا بدنا نحط جبنه الفيتا نص كوب او قد انت ما بتحبي، حتى يعني شكلها حلو الالوان متناسقه. ايوه بعدين جوز وتمر وفلفل وسماء بصل وزيت زيتون. لا والله زاكي، بنصح الكل انه يجربها. بثينة سماء رئيس لمؤديكي ام همام مبدعه. يي حبيبتي بثينة بسلم عليها الله يسعدها. طب اللحمه محمد علي بحكي امتى بيجي دورها؟ اللحمه لسه هلا خلص هلا بحرك. شكلكم ناسيين تحطوا اللحمه. لا لا استنى لا شوي. قولها لا لا هلا استنى. خالد ابو سحاب معلش هيثم نحطها. تفضلي هي السلطه جاهزه.